أشهر وأغلى لوحات فنية في العالم. تعرض قاعات المزادات العالمية العديد من اللوحات الفنية للبيع بأسعار قياسية تفوق كل التوقعات، وعندما تباع هذه اللوحات تدرج على الفور في قائمة أغلى اللوحات الفنية في العالم. ومنها لوحة سلفاتور ميندن تعني مخلص العالم. هي لوحة للرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي تمثل المسيح. رسمت هذه اللوحة بين عامي 1506 و1516 لأجل الملك لويس الثاني عشر ملك فرنسا. بيعت هذه اللوحة في عام 2005 بتكلفة وصلت 450.3 مليون دولار. لوحة ميرتن سولمانز وأوبيجين كوبيت، لوحتين فنيتين للرسام الهولندي رامبرانت تم رسمهما للاحتفال بزفاف ميرتن سولمانز وأوبن كوبيت عام 1634. لم يتم فصل الصورتين أبدا، بل تم شراؤهما معا، وبيعت 180 مليون دولار. لوحة الصرخة رسمها الفنان إدفارد مونك، وتعتبر هذه اللوحة التعبيرية تجسيدا حديثا للقلق. بيعت اللوحة 119 مليون دولار. لوحة التبادل انترشينج هي لوحة زيتية على قماش للرسام الهولندي ويليم دي كوند سنة 1955. تحتوي على مظاهر طبيعية تجريدية، واسم اللوحة مشتق من اسم الشارع المجاور لمحل سكن الرسام. وبيعت اللوحة بقيمة 300 مليون دولار. لوحة لاعب الورق هي مجموعة من اللوحات الزيتية رسمها الفنان الفرنسي بول سيزان، انتهت في بداية العقد التاسع من القرن التاسع عشر. تختلف اللوحات بالحجم وبعدد اللاعبين المرسومين، وتعد اللوحة في نظر المراقبين أحد أهم اللوحات الفنية للمدرسة الانطباعية وأحد أهم اللوحات في تاريخ الفن الحديث. بيعت بقيمة 250 مليون دولار. لوحة بعنوان متى تتزوجين؟ هي لوحة زيتية رسمها الفنان بول غوغان عام 1892. كانت اللوحة معروضة في كونزيتاميوزيوم بازل على سبيل الإعارة لمدة نصف قرن. في عام 2015 قرر مالك اللوحة رودولف ستيهلين بيعها، وبيعت بقيمة 210 مليون دولار. لوحة إعادة التوطين تصور اللوحة شكل الغابات، رسمها الفنان الصيني وان مانا عام 1350. بيعت في أحد المزادات العالمية بقيمة 62.1 مليون دولار. لوحة الربيع تصور اللوحة فتاة تحمل شمسية متعددة الألوان، رسمها الفنان الفرنسي إدوارد مانيا. بيعت اللوحة دار كريستيز للمزاد العالمية بقيمة 65.1 مليون دولار. لوحة دورات الشمس صورت اللوحة شكل الزهور الملونة، رسمها الفنان فينسنت فان غوخ عام 1888. بيعت بقيمة 39.7 مليون دولار. لوحة دورا مار والهر تصور اللوحة شكل المرأة بصور تكعيبية، رسمها الفنان بيكاسو عام 1941. بيعت اللوحة بقيمة 95.2 مليون دولار. لوحة نساء الجزائر حققت لوحة نساء الجزائر التي أبدعتها يد الفنان الإسباني الشهير بابلو بيكاسو رقما قياسيا في عالم مزادات الأعمال الفنية، وقد بيعت في مزاد علني بمدينة نيويورك الأمريكية بمبلغ 179.4 مليون دولار عام 2015 لتصبح أغلى لوحة تباع في مزاد علني. لوحة الحلم
إحدى اللوحات الخيالية للفنان الإسباني بابلو بيكاسو، والتي رسمها في يوم واحد فقط عام 1932. بيعت عام 2013 بمبلغ 155 مليون دولار. لوحة الدراسات الثلاث للويسيان فرويد. اللوحة للفنان البريطاني الأيرلندي فرانسيس بيكون. صور فيها الفنان لوسيان فرويد حفيد مؤسس علم التحليل النفسي سيغموند فرويد، وقد بيعت عام 2013 مقابل 142.4 مليون دولار أمريكي. لوحة الرقم 5. رسم اللوحة الفنان الأمريكي جاكسون بولوك من الألواح الليفية عام 2006. اشترها رجل الأعمال المكسيكي ديفيد مارتينيز بمبلغ 165.4 مليون دولار. لوحة امرأة في الذهب. استغرق الفنان النمساوي جوستاف كليمت 3 أعوام لإنهائها. بيعت هذه اللوحة بمبلغ 135 مليون دولار عام 2006. لوحة المرأة الثالثة. لوحة رسمها الفنان الهولندي ويليام دي كونينغ. اشترى رجل الأعمال والملياردير الأمريكي ستيفن كوهين اللوحة بمبلغ 137.5 مليون دولار عام 2006. لوحة بعنوان صورة ذاتية للفنان الذي لا يمتلك لحية. صورة ذاتية للفنان الهولندي فينسنت فان غوخ رسمها عام 1889، وكانت آخر صورة يرسمها لنفسه، وهي من الصور القليلة التي يظهر بها من دون لحية، حيث أهداها إلى والدته في عيد ميلادها، وأصبحت من أغلى اللوحات على الإطلاق، وبيعت بسعر 71.5 مليون دولار أمريكي في عام 1998. لوحة نمبر 17A. لوحة للرسام الأمريكي جاكسون بولوك، المعروف بكونه أحد رواد حركة التعبيرية التجريدية. هذه اللوحة بيعت بتكلفة وصلت 200 مليون دولار. لوحة الفتى والغليوني. تعتبر من اللوحات النابضة بالحياة، وتصور صبيا باريسيا يمسك بغليون في يده اليسرى وعلى رأسه إكليل من الورود. رسمها الرسام الإسباني الشهير بابلو بيكاسو سنة 1905، وقد بيعت اللوحة بقيمة 104 ملايين دولار. لوحة بعنوان الفتاة ذات القوط اللؤلؤي. لوحة فنية للفنان الهولندي يوهانس فيرمير رسمها في القرن 17. أراد أن يخلق موناليزا هولندية، لكن بشخصية فتاة ترتدي لباسا غير تقليدي مع قوط لؤلؤي. عرضت هذه اللوحة في معرض موريت شويس في مدينة لاهاي بهولندا. ولا يمكن أن ننسى ذكر اللوحة العالمية دون منازع، لوحة الموناليزا للفنان الإيطالي العبقري ليوناردو دافنشي، ولوحة العشاء الأخير له أيضا. واللوحة الفنية بعنوان التركيب الثامن للفنان الروسي فاسيلي كاندينسكي. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة.